السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا من جديد بأحلى وأطيب متتبعين ومتتبعات، يوم جديد وفيديو جديد. حيال كذلك جديدة وفي متناول الجميع. غنعطيكم واحد الحيلة من ضمنهم غادي كان خاصني نقولها لكم قبل بداية الصيف، ماشي حتى يسالي الصيف، غادي تكتشفوا كل شيء في الفيديو. غير خليكم معايا بدعمكم، تشجيعاتكم، لايكاتكم، دوبلوا لي تعاليق، الله يدوبل كذلك حسناتكم عند الله سبحانه وتعالى. ما نطولش عليكم اكثر، نخليكم تكتشفوا المحتوى ديال هذا الفيديو اللي كنتمنى انه يعجبكم، وكنتمنى لكم طبيعه الحال فرجه ممتعه. التدبيره اللي بغيت نتقاسم معكم هنا واللي كتوقع غالبا في اغلب البيوت هو النهار اللي كيلصق لينا كاس على كاس وكي صافي كيتفيكسا، ما كيبغيش يتحيد، تتعيا يدابزي معاه بحال هكا، ما كيبغيش يزول. احسن طريقه هو اللي غديروها ليه دابا، افضل من انكم تبقاو تحاولوا معاه ومشي لا قدر الله يطرطق الكاس ويجرحكم من يديكم. شنو كديري؟ كديريهم هكا في واحد البانيو، كتجي هنا، عقلوا معايا مزيان، لهنا في البانيو كديري الماء طايب حتى كيوصل هكا، يعني قرب يطلع هكا ماشي يوصل لهاد الفتحه هذه. المهم الماء طايب، وهذا اللي الفوق في هذا الكاس هذا هنا كديري الماء بارد من الثلاجه، ماشي العكس، ماشي هنا الماء سخون وهنا الماء بارد، لا، دائما اللي في البانيو الماء طايب واللي في الكاس هنايا يكون بارد. خلي غير واحد شويه يجي بدوره، كترجعي كديري غير هكا كيتفك بكل سهوله، ولا بلا ما تعذبي معاه، ويمشي الله يستر كما قلت لك يجرحك من يديك، لا يعطيكم ما يضركم يا ربي. يلا البنات نمشيو تبارك الله للتدبيره المواليه. وهنا يا البنات انا كنوريكم، شوفوا كنوريكم الحاجه دائما على طبيعتها. انا والله حتى كنبغي نجلس في البرد، راه وقف البوطاجي ما يعني ما عنديش معاه بزاف، مفرشه الطابيه كما كتشوفوا هنايا، وكنجلس دائما كنبغي نقي خضيره، كنجلس كنبغي نقي شي حاجه مهمه نستا في الخضره كنحطها هنا. انا جبت المجر ديال الثلاجه، كتعرفوا بان شحال مره قلت لكم بان عندنا السوق اسبوعي، دابا تقديت وكنستا في هكا الخضره ديالي، ودائما خاصني ندير احتياطات اولا طرق اللي كتخلي لي الخضره نحافظ عليها لمده اسبوع بلا ما تخسر لي، باش نلحق السوق ديال الاسبوع المقبل. كاينين جوج حاجات كنديرهم وبغيت هكا نشاركهم مع النساء المبتدئات باش ما يخسروش ليهم الخضره، وهو في الكورجيت. الكورجيت البنات ملي تجي بها هكا جديده من السوق ضروري كيكون فيها يعني هذا الراس هذا اللي كيكون لاصق ليها هنايا، ما تخزنيهاش به، هذا كيخمج بسرعه. ها انتم شفتوا الدليل، ها هي بدات كتخمج، اول ما كيخمج هو هذا الراس هذا، وبالتالي بسرعه كيخسر لكم القرعه. كذلك حاجه اخرى هي اللوبيا، طويله اللوبيا الخضراء لاريكو، ما ديريهاش مباشره في البلاستيكه، راه كتعرق الميكا بسرعه كتخمج وتتبدا تخسر، لدرجه انك الا غبتي عليها 3 ايام 4 ايام كتلقايها صوفات كلها خمجات. اش كندير؟ ها هي عندي هنا وعندي هنايا، ها هي كنديرهم في منديل ضروري عاد كنديرهم في بلاستيكه، كتبقى ليا البنات اكثر من سيمانه ما كطرى ليها حتى حاجه، ولكن ضروري ديروا المنديل فيها. وبالنسبه لي شو خذي غير السلوفان ولويه عليه، يعني زمتي عليه لوي عليها كامل، راه كيبقى حتى هو مزيان الاسبوع كامل. وان شاء الله مره نتشارك معكم بحال هكذا شي تدبيره للحفاظ على الخضره باش تدوم معكم مده طويله. هنا البنات هذه حاجه اللي كما غنقولها لكم خذوها بعينكم مغمضين من عندي انا شخصيا، لانني كنديرها لبنتي، وهو فيما يخص لي زافت، يعني دوك التقرحات اللي كيجيو في الفم ديالنا، كنقولوا الفم راه مطرطق علينا من الداخل بالحبوب. احسن حاجه هذوك التقرحات، ويعني وانا تنديرها لبنتي لان بنتي حاطين عليها بزاف، ولكن امتى كيحطوا عليها؟ نهار اللي كتاكل الزيتون. لهذا غادي ننصحكم اللي عنده يعني هاد لي زافت حاطين عليه في الفم ديالو يبعد من الزيتون اللي كنشريوه من الزنقه. علاش؟ لانه فيه الصودا، وهداك الصودا هي اللي كطيب لكم داك الفم ديال اللحم من الداخل وكيطرطق. دابا بالتجريب بنتي الا ما كلاش الزيتون الزنقه راها ناسياهم وناسينها، حدها تاكل الزيتون والله يعمل ما تنقب غير 3 4 صافي، عرفي راه الفم غادي يطرطق ليها. ملي كانوا كيجيوها شنو كنت ندير لها؟ كنت ندير لها غير القرفه، يا البنات بحال الرحمه ديال صدر ربي. دابا كتشدي ديك البلاصه اللي فيها هذوك التقرحات، كتهزي شويه ديال القرفه وحطي فوق من هذيك، راه هما كيكونوا دايرين بحال الحبوبه وهما بويض، اكيد راه عرفتوهم، كتحطي عليها مباشره. تقدر تشوطك شي شويه، واكيد غادي تشوطك لان القرفه كتكون شويه حاره غادي تشوطك، ولكن هذاك التشواط هو اللي زوين ومزيان. غير صبري وصافي خليهم، ماشي مشكل تسرطيه يعني تقولي لا عزكم الله نتفل داكشي اللي في فمي، ولا القرفه راه خلاص راه كنا كناكلوها،
يعني صافي خليهم في الفم ديالك، الله يعمل ما تباتي بيهم، ديريها في الليل وباتي في فمك هكاك. وخا زعما يدوز مع الريق سرطيه، راه زوين زوين زوينه بنات بزاف، ديروها عن تجربه. القرفه زوينه اللي زفت، خذوها من عندي ضمانه. هادشي اللي كاين البنات، ومشيو لاخر تدبيره معنا في فيديو ديال اليوم. وهنايا جيت معكم لهاد التدبيره اللي فنة البنات، واللي قلت لكم خاصني نقولها لكم قبل بدايه الصيف، ماشي حتى يدوز الصيف. علاش؟ كنا كنعرفوا بان في الصيف تبارك الله كنلبسوا الصنيدلات لحنا لبنياتنا، مهم ديك ديال الصباع ولا السميطات، كضرب فينا الشمس، كيتطراصا فينا داكشي في اليدين ديالنا اللي معرضين هكا دائما للشمس. ما ديروش غير وجهكم، علاش؟ لان التركيبه فيها الحامض، والحامض اللي عنده حساسيه راه ما يليقش ليها الحامض في الوجه ديالها. غادي تقبطوا على اي معجون ديال الاسنان، بغا يدن النظر كيما بغا يكون، كديروا شويه هنايا فوق النص ديال الحامضه وكتقبطوها، كتفركوا بها يديكم ورجليكم. هذا الحامض البنات، بعدا الحامض معروف بانه خطير، كيحيد دوك التصبغات ديال الشمس، كيحيد ديك الكحاده اللي كتكون هنايا وفي الرجيلات. كتقبطوه بسم الله على بركه الله وكتبقاو تحكوا بحالك. ما نقولش لكم البنات كيفاش غادي يزول لكم داك السواد وديك كيما كنقولوا الشمس ضبغات لينا يدينا رجلينا بحال هكا بالحامض والمعجون. حكو 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 هكا مزيان يديداتكم وجهه الكوعين في يديكم، في ركابكم اللي عندها ركيباتها كحلين، في الرجلين، مهم اي بلاصه اي بلاصه البنات، راه زوين. ما نعاودش لكم كيفاش كيخرج، غير جربوه، هو اصلا النتيجه كتعطيها لكم في البلاصه. الحامض معروف انه واعر، غير هو اللي عندها كنرجعوا ناكد اللي عندها حساسيه مازال في يديها تقدر ديرو، ولكن في الوجه لا، غادي يحرقها وغادي يدير لي يقدر يدير لها احمرار في الوجه ديالها بحال هكا البنات. نتوما كتحكوا وميمطو كتعصروا على هذاك الحامض كيتحك به. انا غنغسل يديا وتشوفوا واعر واعر، نتوما بنفسكم اللي غادي تجربوها البنات غادي تلاحظوا الفرق في البلاصه. ماشي تنقول لكم غيعطيكم الفرق في البلاصه يعني غيحيد لكم السواد تمتم، لا، راه مع المداومه، ولكن غادي تلاحظي بان يديك ولات بيضه ديك الساعه، غتلاحظي ان يديك بياضت ديك الساعه وغادي يعجبك الحال. كنتمنى انكم اللي تجربوا هاد التدبيره هذه دعيوا معايا، ودابا كنتمنى كذلك ما تنساونيش بلايكاتكم وبالبارطاج، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، ما عندها حتى شي حد. دائما كيبقى الفضل لكم نتوما من بعد الله سبحانه وتعالى، هذه شهاده على كتافي كنقولها دائما امامكم وامام الله. هنا الفيديو ديالنا البنات سالا، سمحوا لي لا طولت عليكم بزاف ومع الف سلامه.